مساء الخير، تحية لكل يلي عم بيتابعوا حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي. حلقة جديدة منتابع فيها أخبار جديدة للطلاب حصلت بالساعات الأخيرة. محمد عباس ورافائيل تقمصوا شخصيات إعلامية وقرروا يحاوروا بعض. هل تتوقع أنك توصل للنهائي بتاع البرنامج ولا تتوقع أنك تخرج في البرنامج اللي جاي، يعني في المراحل الجاية؟ صراحة مثل ما الله بيريد. انت شو شعورك انك وصلت لنص البرنامج؟ انا شعوري ان انا مبسوط ان انا وصلت لنص البرنامج، وان شاء الله باذن الله اكمل النص الثاني لغايه اخره. ربنا يعني كرمني ان انا اقدر اعمل دوت، وبشكر كل الاساتذه اللي لحد دلوقتي مأمنين بيا وواقفين في ظهري والله، يعني بجد، وعاملين اللي عليهم وزياده. شو بدك تقول لهايدي وعلي؟ منهار. لا، احب اقول لهايدي وعلي لا والله انت جيت لي بقى في المشكله، بقى دي مشكله بالنسبه لي. واحب اقول لهايدي ان هي تشد حيلها وهي عارفه هي ايه، واعتقد الاساتذه والناس اللي بره عارفين هي ايه. واقول لعلي طبعا ان يعني انا يعني هما المشكله الاثنين اصعب من بعض، بس انا بالنسبه لعلي يعني ما اتمنى يفضل موجود في الاكاديمي زي ما بتمنى هايدي، بس طبعا مستحيل ان لازم حد فيهم يخرج. بس انا علي لو لا قدر الله خرج من البرنامج هفتقده معنا، هفتقده من اكتر الناس اللي انا ممكن افتقدها من اول ما البرنامج بدا لغايه دلوقتي. الناس اللي انا ممكن فعلا احس ان انا افتقدتها ونقصت في البرنامج بالنسبه لي وعلي صراحه. بتشوف حالك بالتوب 5 هالجمعه؟ بشوف حالي توب 1، ولو ما حصلتش انا ممكن اولع فيك. تسالك سؤال ولا لا؟ لا، اذا احنا على الهوا عادي. طيب سالني انت، هدي هذا الميكروفون. ده نفس الميكروفون. اوكي. شعورك ايه دلوقتي وانت باصص حواليك في الاكاديمي ومش لاقي اي حد؟ شعورك ايه لو انا وانت وقول شخص تاني اعتبره نايم مثلا، احنا الثلاثه بس اللي فضلنا موجودين في الاكاديمي، شعورك ايه وانت باصص حواليك كده ولقيت الاكاديميه فاضيه وقدامك اسبوع وخلاص على الفاينل؟ لو ده حصل فعلا هيبقى شعورك ايه؟ انت مبسوط ولا زهقان ولا زعلان ولا؟ لا اكيد حكون مكتفي. انا هلا كل لحظه عم بعيشها مكتفي فيها، ومبسوط اني انا هون ومعكم، مبسوط اني انقبلت بهيك سيزن مع هيك شباب وهيك صبايا. اخر جمعه حتكون احلى جمعه، وحكون زهقان. لا، حتقضيها ازاي بما انك اسبوع والاكاديميه فاضيه عليك وانت بتفضل قاعد اسبوعين؟ حفجر ما حاشبع من الاكاديمي. طيب اعطيني الميكرو. حاسسها من وانا واقف. شو بتلخص مسيرتك والشيء اللي عشته بالاكاديمي؟ بتكل على المواجع بجملة. هي تجربة لا تعوض أكيد، يعني تجربة لا تعوض أكيد، مش هنساها. ويمكن هي من أكتر التجارب اللي غيرت، يعني هتبقى من أول، يعني أول بالنسبة لي أول خطوة في حياتي مهمة. في حال ربحت البروجرام أو ما ربحت البروجرام، هالشيء حيفرق معك على هدفك اللي ناويه بالحياة أو حلمك؟ ربحت البروجرام دي حاجة حلوة، يعني أنا بالنسبة لي البرنامج لو أنا أخدت اللقب دي حاجة بالنسبة لي حلوة جدا، هتفرق معايا أكيد. يعني لو ما ربحتش البرنامج طموحي ان انا على الاقل اكون حتى واقف في نفس البرنامج اللي هيبقى فيه اللقب، يعني ان انا اكون من الثلاثه الاخرى. اقل من كده هبقى مبسوط، بس مش هيبقى ده الطموح اللي انا جاي له. طب نختم طبعا عشان الناس تتفرج علينا. وكنتوا معنا ب سهره مقابلات ستار اكاديمي اليوميه، حكاوي القهاوي اللي احنا عملناها على الاقل. انطرونا كل يوم بهالتوقيت او قبل شوي اذا ما خفينا. مع تكلم من قلبك، مع برنامج تكلم من قلبك. تكلم من قلبك وفش خلقك ومد بساطك عد اجريك، مد اجريك عد بساطك. رساله لرافائيل وصلت من والدته، فيها معنويات ومشاعر حلوه خلت رافائيل يتاثر. رافائيل عندك رساله من مين؟ من عند الماما. لا، واقراها بصوت عالي. كذاب. يلا بوسنا. يا انا رسمها، انا رسمها. طب روقي مدارة رافائيل. يا روح الماما راح اقول لك كلمه على السريع. روقي شوي، تبقى حالك من البرد، كل منيح، نام منيح، ما تصرخ، ما شو؟ ما تعصب، اعمل فوكاليز، ما تغني من مناخيرك. من مناخيرك.
يلا ماما كمان شوي وبتوصل للهدف. ركز يا عمري، كل العالم بتموت فيك، انا بشوف حالي فيك وباخلاقك العاليه يا امي. حبك اجرسا. تحيه لطنط جريس. تحيه لطنط جريس. قالت لي ما تصرخ. قالت لي ما تصرخ وانا ما صرخت. ما بتغني من الاخر. لاف يو. بعرف ارسم. ايه ما ترسم ثاني بالصف رسم هاي دقيقه. انت زين؟ ايه ما هون كل عوض بتاعك. طب جريس ليه ما بعتي لي انا رساله؟ قول لها لحنان غنت كثير حلو وشعراتها كثير حلوين. زين انت. الطلاب كانوا على موعد مع زيارة جديدة لكلاسيك برجر للأكاديمية، ومثل العادة فرحوا الطلاب بالأكل الطيب. صف البرجر. كلاسيك. كلاسيك. ضربوا جرس. ضربوا جرس. كلاسيك برجر. صف البرجر. كلاسيك برجر. كلاسيك برجر. كلاسيك. Classic burger store. Classic burger. Much. Classic I love burger. You so much. Classic. And classic. Burger. Classic. 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 Thank you, Classic Burger. طبعاً لما اجي او لازم برجر. واو كلاسيك برجر يا جايز. وبعدين حلوين ليه كلاسيك برجر سوا رقم واحد. رح نتوقف مع أول بريك بحلقة الليلة وبنرجع بعده للأخبار. منتابع حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي. مروان وهايدي عم بيتقربوا يوم بعد يوم بالأكاديمية وصداقتهم عم بتزيد، مرات بيعبروا لبعض ومرات بيحكوا بالألغاز. كيف بتعرفي إذا أنت عندك مكانة خاصة عند الشخص؟ أنت كيف بتعرفي؟ أنت كتب صوتك ليه طيب يا حبيبي؟ بلا ما تحكي مع هالشخص. لا سمعني صوت. ليه حسيت الإحساس ده؟ لا كيف؟ حسيت إن أنا بعرف ده؟ كيف؟ لا ما عم اسالك إن عنك انت، عم اسال أوكي انت. اوكي انا بسالك اشخص عامة. انت حسيت ده؟ انا ما مش عم تفهميني. انت كيف عندك مكانه عند هالشخص؟ مش هو كيف عنده مكانه عندك؟ انا عرفت ازاي يعني ان انا عندي مكانه عند الشخص ده؟ حياتي دينا عمي وعي شرب شوية ينسون وعي. اوكي اوكي كيف بتعرفي انه عندك مكانه خاصه عند هالشخص؟ مش هيدا الشخص. كيف عندك مكانة خاصة عند شخص؟ أي شخص يعني؟ بتعرف زي إنه هو بيعزك قوي
من تفاعلاته طبعا. كيف عندك مكانة خاصة عنده بلا ما تحكي بلا ما يقول هالشي؟ من تفاعلاته. اي تفاعلات؟ افعاله يعني. اي افعال فيك تروقي عارش مع تفاعلات؟ في افعال كتير بتحكي يعني. يعني مثلا انا عرفت ازاي ان انا ليه مكانة خاصة عند مروان. ان هو خايف عليا. ان هو بينصحني. ان هو بيقف جنبي في اي حاجة. من الافعال كان خاصة مش هون، كان خاصة هون في القلب يعني بيحب حب يعني حب من الاخر. مكانة خاصة، مكانة انت انسانة عندك مكانة معينة مثلا بقلب شخص. كيف الافعال كمان؟ اي افعال؟ في افعال كتير يعني. يعني ما اقرب من شخص تاني بلاقيه بيتضايق لما بقرب. اكيد يعني بيبقى فيه غيرة، بيبقى فيه شو حلو. تسلم هالتم بقى. بس عم بسألك. خلاص انا بقولك من نظرات، من طريقة الكلام معاكي. اوكي. من طريقة الزعل. عايز توصل لإيه؟ ولا شيء. سألتك سؤال. بس توصل لإيه؟ عم بسأل سؤال من وجهة نظر العالم كله. وحياة دينا مش قصدي شيء، وحياة دينا ومروان ما قصدي شيء. صداقتين بالأكاديمية بتجمع بين أنيس ومبال، لكن يبدو أنه أنيس مزعوج من شيء وعم يفتح قلبه لدينا. تأخذني بهالرحلة البعيدة، دخيلك رجعني لحبي. دخيلك حبيبي. افتحي الموضوع بقى، نتناقش فيه بقى أنا وأنت. بتعرف الموضوع صح؟ لا خلاص والله ما انا عارف، والله مش عارف. مش حاسس ان انت اليومين دول فيك حاجه؟ في حاجه؟ انا متغيره؟ ابدا. اوكي خلاص. لا لا بالنسبه لي انا مش متغير، بس بالنسبه لشخص ثاني ايه. ايه وحكينا في موضوع. يلا يلا. ايه مش اتكلمت معاها خلاص؟ بس انت قلتي لي مش مع شخص واحد. الموضوع تم. موضوع تم. بس انت قلت لي مش مع شخص واحد. هي لا هي اهم شخص. هي شخص لا لا هي بس هي بس. بس انا بس انا ما كنتش حابه اتكلمت معاها. عارف انا بتهمني اكتر شخصيه. هي عارف بس انه شو كده تقول انه محلول الوضع، انه مشكله وانحلت. ما كانت مشكله اصلا بس تحلت الحكايه. تحلت لايه؟ للاحلى ولا الاوحش؟ اكيد اكيد للأحلى. للاول زي الاول واكثر. اسالي الشباب، اساليهم، اسالي اي واحد فيهم. برايم اللي فات انا شو حكيت؟ شو قلت؟ حقه حقيقي انه انا وانا اللي كنت مفكرك لي انا ليت. كنت قلت لي الكلام ده قبل الجمعة اللي فاتت. صحيح. أضبط كلامي. لا 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 صح صح صح. أنا حكيت في الموضوع. أنيس. حكيت في الموضوع. دينا المزح. مش بمزح. لا والله. لا. أنت مش. صدمتني. أنت من. لا بجد عملت كده؟ بحكي الشباب. وتحكي الشباب ليه حبيبي؟ ليه ما. إنه مش. مش ضروري. لا بالعكس الحاجه دي. اقول لك على حاجه انيس والله. والله مش ضروري دي. والله دي يا دينا انيس دينا والله العظيم. انا بنت. انا في حياتي. انا بنت وعارفه. بس كل واحد والانتوراج اللي عايش فيه والمحيط اللي عايش فيه. لا انا مش بقول هنا. مش ما عم بحكي عن هنا، ما عم بحكي عن المحيط كله. عم بحكي عن كل واحد كيف اخذ اكسبيرينس في حياته من قبل. حبيبي ممكن افهمك. ممكن تاخذ كلمتي. انت اخذ خبره من محيط معين، انا اخذ خبره من محيط معين. ممكن اقول لك حاجه؟ اقول لك حاجه. كلهم اخذين فكره من محيط معين. اوكي ممكن اقول لك. بس بدي ما يتوضح الامر هون. نحكي. هو ده اللي انا بقوله لك. لازم يتوضح الامر هون؟ لا. مش لازم. بس قول لها، طمنها، ريحها. اليوم اتقال. امتى؟ ما ينفعش اقول. لا مش تقال كانه بس نحن قايلينه هذا الامر من قبل. لا دي احنا قايلينه وقت ما نكون متجمعين هناك. اعمل كده قول. عارف كميه الفرح اللي هتطلع بيها في البروم؟ انا بنت وعارفه والله. يعني انا بص فرحانه مجرد ما الموقف بس.
اعمل كده ضربه في قلوبكم كلكم الرجاله كلها زي الزفت 60 نين عليكم على خيبتكم السوداء يا اخويا ما لقيتش حد يجي يقول لي بحبك تاتكم القرف مالتوا البلد دينا استمعت لأنيس وحاولت تقرب المسافات بينه وبين مابل ما عادش اتكلم معاكي عادل ده قال لي نوع اتكلم معاكي انا لا انجا يعني ايه كتبت له شيء فاتأثر بهذا الشيء اللي كتبته So show us. I don't know. ما في شيء. وحياتك ما في شيء. Okay. طب أقول لك إيه من الآخر. تحبها؟ قال لي آه طبعا. قلت له لأ آه طبعا دي تترد على أي حد. بتحبني يا أنيس؟ آه طبعا. تحبها حب حب ولا حب حب؟ قال لي لأ حب حب طبعا حقيقي. فقلت له فعلا؟ قال لي اه والله وانا قايله كل الشباب ياخدوا بالهم لان انا بحبهم. Are you okay؟ انت؟ Yes I am. Fine؟ مية مية؟ Why do you find it so weird؟ Why you find what؟ Why you find it so weird؟ So weird شو؟ My question. لا ما لقيته weird. If there's something wrong. لأنه حسيت في شيء wrong. أنا إيش؟ wrong بشو؟ I don't know. Says there's something wrong. What is it? صح. طلعنا لفوق لما أنا طلعت. قلت له إنه I miss us. اشتقت لإلنا كيف إنه نحن كيف كنا قبل. بريك صغير ومن بعد الطلاب رح يتحولوا لأساتذة منتابع أخبار الطلاب يلي قرروا يقلدوا أساتذتهم بالصفوف كنترول بليز درن استاذ جرس الصف مالك بدي اعمل صف انا اليوم باخذنا على المسرح وبعمل لهم صف ايه خلاص ايه اعطونا جرس الحصه وعندنا نسيم يلا صف يلا لا يلا صف يلا صف يلا صف تعال صف نسيم تعال تعال صف صف تعال انزل يلا انزل نسيم يسوي لنا صف حط رجال الابل ايه هذا بدي انا رح اكون صريحه معك انا ما بدي ما عملت شيء انا يعني عملت لا هو انه بس لو استغليت شو صار معك بالايفال كان طلع كثير حلو كثير بس انه حطيت لك شوف بتعرف تقرا فرنسي حطيت لك تخيبيا لا تخيبيا بليز 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 تخيبيا بلس بلس
مابيل مابيل ما عجبني إيفارك. إنه فيك تعملي شيء أحسن يعني. مش معقول شو يعني أنت عملتي الصف ومعلمة وهيك، بس لبدك تكوني قد اللي عملتيه. تمرين اليوم رح يكون كتير حلو، رح تظهروا من أوضة المسرح وراح أنا قلكم شيء أول ما تفوتوا. أول ما تفوتوا حلو يلا والرياكشن. نسيم مدام باتي، عادة أنت بتقولي يلا 1 2 3 أنا بعطي توب أو أنت. يلا 3 2 1 توب. يس مابيل تغير النوميني وأنت نوميني لهالأسبوع. لا فيو يتصلح عادي مكان خليني انا يحمل اكثر. بس انا فوت وبتقولي نفس الخبر انا قلت لك اياه. اوكي اوكي انا بعطي توب او انت. اوكي بعطي انا التوب. مدام باتي طلعت انت نومينيه. يكون هيك خليه صوريل مابيل، خليه صوريل. يلا يلا خليك ما تقطش خليك. أنا بقول لك وريني إنك حزين. علي ما عندك خبر؟ أنت توب ون هالأسبوع. انت مدام ماري. مدام ماري؟ ايه لا رورو تيرينو الجرس. كنترول رينو الجرس. خلينا اخلص خلص الصف وروح. عندي مسرح. عندي مسرح. عندي مسرح لازم اروح. عندي مسرحية. يلا شوفكم جمعة الجاي. معلش سوري عندي مسرح. بس ذكروني مرة الجاي بس فوت. مين ما قطع بهالاكزرسيس؟ اوكي انا استاذ ميلاد. يلا خليكم باي. اوكي انت باي. اوكي كيفكم يا اولاد؟ هاي مدام ماري. هاي مدام ماري. هاي مدام ماري. احلى مدام ماري بالكون. مدام ماري كيفكم؟ احلى مدام ماري كيف؟ احلى مدام ماري بتشوف. شو الاولاد؟ انت عزفتني امبارح. ممكن نقيسي؟ الله يرضى عليك. يا حي يا حي مدام بليز دي بالي دي بالي. كيف كلنا امبارح في البلاي عظيم فتحتي عظيم مش عليه فيتم. يلا لا لا الله طيب. الله ما بتقول لا ما بتقول الله. يلا خلصت مدام ماري. يلا على استاذ ميلاد. هاي 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 على استاذ ميلاد. هلين 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 مبسوطين؟ مبسوطين؟ اشتقنا لك يا استاذ. هلين اشتقنا معك نسافر. لا لا اليوم اليوم بتسافر البحر اليوم. دخلكم في واحد ناقص. مين؟ نسيم. نسيم احنا متعرض دائم هنا وانا عارف كثير وانا كثير عارف انكم مضغوطين، عارف كثير انكم متوترين، عارف كثير. فاحنا بنعمل اكسرسيس هنا. معليش ممكن تتفضلون معي هنا كلكم؟ تتفضلون معي؟ اي بس اللي اسد ساعه الموسيقى انا. احلى نهار. بس اللي شغل تفضل خذ نفس غمض عينك يا إيهاب. غمض عينك الحين. تخيل كل التوتر يروح
طلع كل التوتر. لما تاخذ نفس طلع كل التوتر اللي داخلك. حلو حلو، حس نفسك انك مرتاح، كل التوتر جمعه كذا وانت تطلع من فمك. طلع من انت تتنفس. طلع من اذني. من فمك. من فمك. من فمك. حلو حلو حلو. فتح عينك، حسيته براحه. طيب يا استاذ في عين مقفوله. تفتح. الله 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 حبيبي. الحين كل واحد يروح للشخص ويشكره على شيء. شكرا على شيء. انا مع مابل. نسيم نسيم ايهاب بليز. احنا جديين في الموضوع، جديين في الموضوع شويه. احنا جديين في الموضوع. سوري. طلع في عينه، تكلم، اشكره على شيء معين انت في الاكاديميه. ثانك يو على عينك اللي عامله كده. شكرا شكرا مابيل، لانك انت انسانه جديه. بشوفكم. انا مدام كلوديا. ان شاء الله بشوفكم. تفضل تفضل. انا دوري دوري. انا مدام كلوديا. تفضل استاذ بدر. شكرا شكرا. انا بيعجبني فيكم التهذيب دائم. وانا شكرا لكم. تفضل. الطلاب بعد ما خلصوا تقليد الاساتذه بنرتاح شوي مع بريك، وبنرجع نحن وياكم مشاهدينا. خليكم معنا. حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي بتتابع مع الطلاب يلي قرروا يلعبوا دور الأساتذة ويقلدوا حركاتهم وعباراتهم خلال الصف. اوكي بدأت الحصة الثانية. مدام كلودي. هاي مدام كلودي. كيفك؟ هاي حبيبي. انت كثير كنت مهضوم بالأول. هاي. وأنا؟ هاي. انا مدام. انا؟ هاي مدام كلودي. منيح بس يلا هلا بنحكي. تفضلي تفضلي. وصلك اهلا مدام. فين تبغى نجلس؟ هنا؟ هون هون. مدام شفتي كيف قلينا؟ بس كثير حبيبي. مدام شفتي كيف قلينا؟ اول شيء كيف كان مدام؟ اول شيء كيف كان مدام ايفال؟ يلا بس تكي واصلي. اول شيء بدي اقول تحيه لكل فلو من الاكاديمي، صرنا كثير قليل. صرنا كثير قليل بس بتعرفوا نحن بكل ايفال بنفتش على النقطة والفاصلة والغلطة كرمال ننقي واحد نومينيه. شو ايفال؟ ما راح اطول حق. نعم ايفال. شو الايفال؟ يلا واصلين واصلين حبيبي. شو مستعجل؟ متحمس عايزين نتحقق. يا الله شو مهضوم. الله يحفظك لي. يلا راح بلش احكي، ما راح كثر كثير حكي. هي ما كثر كثير حكي بتضل معها ساعة. بس بدي اخبركم شيء، انه نحن بعالمنا كثير في مساوئ، في حروب، بس نحن هدفنا نخفف هول المساوئ. فانا لليوم رح يكون لا تحضروه يعني للتنين. انتو غرقتوا. متوا. كنتوا بالتايتانيك. اوكي هي الموضوع. وغرقت الباخرة. تذكروا بالفيلم كان في هول ثلاث أشخاص اللي عم بيدقوا على الموسيقى؟ هيدي؟ أوكي. أنتو رح تغنوا مع الموسيقى. يلا مدام يلا خلصت حقها. يلا خلصت. شكرا مدام شكرا. لا هي بتكفي تحكي وهي واقفة هيك. يا لا ما أنتو بتجوا بتتجمعوا عليا كلكم. مدام مدام ممكن سيلفي؟ إي إي أكيد أكيد. يلا حبيبي يلا. ممكن مدام. الله عليك. سيلفي مدام. الله. لك انا عم بعمل دوك فيس بطريقه. هاي كيفكم؟ سافا؟ شو هالجمال مدام؟ يلا بس شو هالجمال؟ يلا بس بقول لكم شو الاغاني وبعدين بدنا. عندنا صبر داعي يا امي. مدام عندنا تمارين فنس نفس يا حبيبي. خليني احكي. بس جلسوا جل. يلا ناخذ نفس من الباطن.
يلا إيهاب لحالك جل سحافتي كرسي جريت 90 درجة يلا مالي بطنك 90 دقري مليانة أكلة مالي بطنك وبعد زي أنا بعرف 90 دقري ما تشد ما تشد أوكي أوكي وزن لا أنا بحل هلأ لا 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 مدام لا مدام لا مدام خلني أحكي لا مدام مدام أنا أساسا وأنت أستاذ يلا كيف تحس لا ما تخاف ما تخاف تشرب شيء يا حبيبي حامل واحدة عارفة حامل واحدة عارفة مدام مدام حامل حط إيدك هون وإيدك تاني هون ما تفوت بطنك بالأول ما رح نعمل جو لا مش هلا مش هيك يلا ما نطول كثير بالحصص انا بعد عنا كثير اشخاص يلا غلا غلا مدام ما تعصب المدام ما شفتيش ناسين بقلبي بعترض بعتذر انه تاخرت سوري مش مدام معلش يلا هلا بس رح اعطيكم عن الايفال بس شوي اوكي عنا بيتي بيتي رح اكون معك صريحه انا هيك صريحه ايفالك ما عجبني كثير يعني انت فتت بفكره وبعدين زحتي عنها شوي اها ايه انه لازم تكفي بفكرتك للاخير انا معي ما لي احكي بالصوت في ثلاث اسد ست صوت انا ما بحكي يعني بس انه انا كتمثيل ما عجبني كثير ايفالك يلا شوف شوف اخر شيء كيف بتفل مدام بيتي مدام بيتي انا كيف في عندي مسرح والله كان في ضل بس عندي مسرح يلا بشوفكم باي قبل ما ودعكم بذكركم تشاركوا بمسابقات سي بي سي لتربحوا سفرة للقاء الطلاب بالبرايم المسابقة على موقع www.cbc-eg.com حلقتنا خلصت أنا بشوفكم بكرة باي باي شقتلك قدتني فتية غلط قدتني وبحبك قد الدنيا قد الدنيا قد الدنيا لما اشوف ما بعرف شو بصير بغمرك بتلبك بحبك وبطير بدي شوف بدي كون حداك